هاربون، يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. الفارس الجامح. كان واحدا من ثلاثة فقط يجيدون سياقة الجرار في تلك القرية النائية في أطراف سوق أربعاء الغرب، ولذلك كان اسمه كثير التداول بين الأهالي. اللون الأحمر القاني الذي صبغت به مقدمة الجرار الذي يحمل اسمه جرار ولد الضوية تجعل كل تحركاته في القرية أو من حولها ترصد بكل سهولة. قليلون هم الذين ينادونه باسمه الجلالي. ما يعرفه عموم الناس أن الجلالي نشأ يتيم الأب، ولكن نسوة من القرية ممن تحسبن في مكونات ذاكرتها وضميرها العام كنا مطلعات على أسرار الضوية وتتحدثن حين يكون المقام مقام نميمة وغيبة عن ولد بالتبني وعن امرأة لم يعرف لها زوج يوما ولا شهد أحد من القرية جنازته. وكنا تسمعن وهن تكثرن من الاستغفار كلما انتهينا من الخوض في حديث من قبيل تلك الأسرار التي لا تخرج إلى العلن إلا بمقادير. كثيرات من تلك النسوة تحتفظن لأنفسهن ببعض من تلك الأسرار لتكون لهن سلاحا في كل صدام قد يحدث. وفي مثل تلك الصدامات شاعت في القرية أسرار كان يظن أنها مصونة وأنها حفظت في آبار عميقة أو بلا قرار حتى. صار الجلال ولد الضوية شابا يحب استمالة الأعناق ولفت الأنظار إليه، وخاصة أنظار الفتيات من قريته أو من القرى المجاورة حين تتاح الفرصة، ويكون حاضرا حفل زفاف أو في تجمع يقام لمناسبة وطنية أو دينية. نحن في أواخر سبعينيات القرن العشرين، ولذلك كان الجلالي كما أقرانه من القرية ومن خارجها يحتفظ بوفرة شعر يبدي عناية بها. وكان حين يمضي إلى سوق الأربعاء أو إلى القنيطرة كان يحرص على القيام بجولة في حوانيت بيع الملابس الجاهزة، يشتري منها ما يشابه ما يلبسه الشبان في المدن. لم ينل الجلال إلا حظ ضئيل من التعليم، هي صور من القرآن الكريم حافظها لما كان يختلف في صباه إلى كتاب القرية. لعله في الظاهر من شخصيته لم يكن يعير كبير اهتمام لذلك الجانب في حياته، ولعله كان يجد تعويضا عن ذلك في مهارته التي لا ينكرها أحد في سياقة الجرار الذي كان يستعمله عدا الأشغال الفلاحية في كل تنقلاته، بل وفي التوجه إلى مقهى القرية. كان يحس بفخر وكبرياء وهو يترجل من جراره ذي اللون الأحمر القاني عند باب المقهى ويمشي مختالا، وهو يسمع أصوات أصدقائه وآخرين من أبناء القرية يردون السلام الذي أفشى وهو يدخل. كان المختار بن حميدة جزار القرية أقرب الأصدقاء إليه، يتقاسمان السبسي وأشياء أخرى منها أسرار مغامرات لهما داخل القرية وخارجها. في مستهل الثمانينيات كان الجلال يقترب من الثلاثين، وكأنه استفاق من غفلة طالت انتبه ذات صباح تلا ليلة حضر فيها الحشيش والخمر إلى أنه ينبغي أن يتخذ له زوجة، ولم يكن يفكر من قبل في الزواج. في سجله بضع فتيات يعرفهن ومنهن قريبات له. أحس أن كل كبريائه انهار لما فكر في الاقتراب من واحدة من تلك الفتيات من بنات القرية، لعله الخجل الذي يكنى عنه بالحشومة. ولكن الواضح أيضا أن القوانين والأعراف المجتمعية في قريته تجعل بين الفتيان والفتيات حدودا لا يسمح بتخطيها.
دون أن يدري سبباً واضحاً لذلك، صار كل اهتمامه يتركز على أم كلثوم، تلك التي يناديها أهلها بكلثوم. كان يراها تمشي إلى المدرسة، كانت قامتها مديدة حين تقارن بقامات من كن في نفس عمرها. ثم إن عائلتها من بين العائلات الأكثر تأثيراً في القرية، فوالدها بوسلهام صاحب الدكان الوحيد في القرية له أفضال على كثيرين، إذ يعد الملجأ قبل أن تجمع المحاصيل، يقرض هذا مالاً ويعطي آخر ما يحتاجه من بضاعة مع تأجيل الدفع إلى حين بيع المحاصيل. كل تلك المعاملات وتلك العلاقات التي أقيمت على أساسها تمنح بوسلهام سلطة اقتصادية كثيراً ما آل إليها الحسم في العديد من القضايا. لم يكن في كل ذلك ما يجعل تلك التركيبة الاجتماعية نشازاً بين تركيبات الأواصر بين الناس في القرى الأخرى. يعلم الجلالي ولد الضوية أن اقترابه من حما بوسلهام فيه مخاطرة كبيرة، فعدا وزن الرجل في القرية كان له 3 أبناء في عز الشباب بمقدورهم أن يبطشوا به. لكل ذلك فإن كل محاولة للاقتراب من تلك المنطقة المحرمة قد تجر عليه الكثير من المتاعب، وعليه إن هو أصر على الاقتراب منها أن يكون حذرا، فقد يناله ما لن يرضيه، وربما شد حبل المشنقة بيديه حول رقبته. استغرق تفكيره في هذا الأمر الذي طرأ عليه عدة أيام، كان خلالها يتتبع حركات كلثوم وهي ذاهبة إلى الحقل أو وهي تقصد بيت أقرباء لها أو صديقات، وكذلك اقترب منها وصار يرميها بنظرات كالسهام. لم يكن وجها غريبا، فمن لا يعرف ولد الضوية صاحب التراكتور الأحمر؟ كل الناس يعرفونه وجلهم ينسون أن ولد الضوية ليس سوى مستخدم في ضيعة الحاج إبراهيم، وهو رجل أعمال يقيم في الدار البيضاء. على مدى عدة أيام ظل الجلالي ولد الضوية يضغط على كلثوم بحضوره في كل الطرق التي تسلكها، حتى صارت تتبادل معه أطراف الحديث، ثم إنه وعدها بالزواج. كانت في 16 أو 17، ومعسول الكلام الذي كان يأتيها من عنده جعلها تميل إليه وتنسى أن والدها بوسلهام صاحب الدكان الوحيد في القرية لن يقبل بتزويجها شخصا كولد الضوية الذي كان في نظر الكبار من أهالي القرية شابا جامحا. نسيت كلثوم كل ذلك، ولم تحتفظ له في نفسها سوى بصورة الشاب الذي يحسبه الشباب والصغار نموذجا للقوة والانطلاق. صارت تنتظر تلك اللحظات التي تلتقيه فيها أو تلتقي فيها نظراتهما ولو من بعيد، ثم إنه عرض عليها أن تركب معه التراكتور. كان على أطراف القرية هناك في الحقول يظنان أنهما بعيدان عن نظرات الفضوليين. تسلقت الفتاة وصارت إلى جانب أشهر 3 يجيدون قيادة الجرارات في القرية. لم تكن يوما أقرب إليه مما كانت يومها. سيقان القمح منتصبة في استقامة تكسو المدى، ولا زال يغلب عليها الإخضرار، وشمس أوائل مايو تمنح المكان دفئا خاصا. توقف الجرار الأحمر القاني وترجل ولد الضوية وأقبل نحوها، مد إليها يده يريد مساعدتها على النزول. كانت المرة الأولى التي تلمس فيها يدها يده. نزلت ولكنه ظل ممسكا بها، ودار بينهما من أحاديث الشوق واللوعة الكثير، وكان يسيران بجانب حقل يعد بحصاد وفير. والوقت ظهيرة وقد عاد الزراع من حقولهم. لا تذكر كلثوم كم مر من الوقت، ولكنها تذكر أنهما غاصا في حقل القمح وصار في عالم ليس له من لون سوى لون سيقان القمح ولون السماء. تذكر كلثوم أن كل شيء حدث في ذلك اليوم. ركبا الجرار الأحمر في طريق العودة، لم يتبادلا إلا القليل من الحديث. تركها في مشارف القرية وانقلب بجراره آخذا الوجهة التي جاء منها، وما لبث أن اختفى ولم يعد يسمع سوى شخير محرك الجرار وهو يبتعد.
انقطعت عنه كلثوم أياماً، ودام غيابها 3 أسابيع لما ظهرت فجأة في طريقه. كانت تبدو زهرة ذاوية سقيمة. لما تواري عن الأنظار أخبرته بأنها تظن أنها حامل. كان للخبر وقع الرعد في رأسه. قالت له عن العلامات التي تجعلها تظن أنها حامل، طمأنها بأنه سيأتي مع أمه الضاوية لخطبتها. منذ إذن اختفى عن الأنظار. في الأيام التي تلت صارت علامات حملها بادية تقلق أمها التي ظلت تحترق أحشاؤها بهذا السر الخطير الذي كتمته عن زوجها. كانت المرأة التي وجدت نفسها بين عشية وضحاها في مواجهة مصيبة ما بعدها مصيبة إلا الموت، تحاول تدبير الأمر قبل أن ينتهي الخبر إلى بوسلهام زوجها. تعلم علم اليقين أن أشياء كثيرة مما لا تحمد عقباه قد تحدث. علمت منها أنها حملت من ولد الضاوية، فزيد الطين بلة. لم يخامر الغالية والدة كلثوم شك، أدنى شك في أن بوسلهام إن علم فلن يتردد في قتل ولد الضاوية دفاعا عن شرفه، وأنه لن يقبل به صهرا إذ كان يضمر له كرها بسبب سلوكه الجامح المتحدي للأعراف والتقاليد. وقد يكون انتهى إليه شيء من تلك الأسرار التي تتداولها نسوة من القرية وتصنف ولد الضاوية في خانة من لا أصول واضحة لهم. قررت الغالية أن تلجأ إلى طرق الإجهاض التقليدية وأن يتم الأمر سرا، ثم وضعت نصب عينيها أن تثأر لشرف العائلة بطريقتها. كانت فيما مضى علمت من مجالس نسوة في القرية بامرأة في سوق الأربعاء تقصدها النساء لتساعدهن في التخلص من أحمال لا يرغبن فيها، وكانت إلى ذلك تمارس ما يدرج في خانة الطب الشعبي، وفيه يدخل الكي بالنار وأشياء كثيرة من الشعوذة. ما كان يهم الغالية في كل ذلك أن تتخلص ابنتها من ذلك الحمل قبل أن تتفاقم أعراضه ويتفطن إليه كل من في البيت. اتخذت ذريعة زيارة قريبة لها في سوق الأربعاء، وقالت إن كلثوم سترافقها في تلك الزيارة. لم تكن المرة الأولى التي تزور فيها قريبتها تلك، وكانت ابنة خالة لها تتقاسم معها غير قليل من ذكريات وغير قليل من تلك الأسرار التي لا يسمح بإخراجها إلى النور. شاع في القرية أن ولد الضاوية اختفى، وأن الجرار ذا اللون الأحمر القاني لم يغادر مربضه منذ فترة من فكت تطول، وقيل همسا إنه ربما هاجر إلى الشمال. ولكن غيابه ذاك صار يثير تساؤلات وريبة بعد أن ذاع قلق أمه عليه. قالت لنسوة إنه رحل دون أن يودعها ولا أن يخبرها بوجهته ولا عن سبب رحيله المفاجئ. لقد تركها وحيدة. وفي مقهى القرية افتقد الرواد تلك اللحظات التي كان يصل فيها ولد الضاوية إلى المقهى ممتطياً الجرار، وكيف كان يترجل منه مختالاً. هناك في القرية من يضمر ارتياحه لاختفاء ذاك المشاكس الجامح من المشهد، ولعل من بينهم بوسلهام أبو كلثوم. الرجل منهمك في تجارته ولم ينتبه إلى ما تكابده زوجته مع ابنتهما. عادت الغالية وابنتها من سوق الأربعاء بعد أسبوع، وقد تخلصت كلثوم من حملها بعد أن كادت تفقد حياتها. لا تفكر الغالية الآن إلا في الطريقة التي توصلها إلى ولد الضاوية لتقتله، ولم يكن يبدو لها من سبيل إلا التقرب من الضاوية نفسها تحت ستار مواساتها. بعد 3 أشهر جاءها من يخبرها بأن الجلال يوجد في القصر الكبير حيث يعمل في مقاولة للبناء. كان خبرا سارا ليس للضاوية فحسب، بل للغالية أيضا التي زادت فرحتها لما علمت أن الضاوية ستذهب لزيارة ولدها في القصر الكبير. كانت الغالية مشتهرة بين نساء القرية بإجادتها صنع الحلويات، ولذلك طلبت منها الضاوية أن تصنع لها بعض الحلويات لتحملها إلى ولدها الهارب. لما تلقت ذاك الطلب
تساءلت عما إذا كانت الأقدار تهيئ لها سبل الثأر لشرف عائلتها من ذاك الذي تصفه بالقذر. أعدت لها طبقاً من أجود أصناف الحلوى، وقد سقت القطع التي وضعتها أسفل الصحن سماً مما يستعمل في قتل الجرذان بعد أن أضافت إليه أشياء أخرى. أقسمت بأغلظ الأيمان ألا تأخذ أجراً عن طبق الحلوى ذاك، ثم ودعت الضاوية وهي تأمل أن يأتيها الخبر الذي ترغب في سماعه. فوجئ أهالي القرية أقل من أسبوع بعد ذلك بخبر عودة فتى تراكتور ولد الضاوية، ولكنهم لم يروه في المقهى ولا شاهدوا الجرار ذا اللون الأحمر القاني في مسالك القرية، وقيل إنه عاد من حيث توارى من القصر الكبير سقيما. عاده في بيت أمه عدد من أصدقائه، ثم بضعة أيام بعد ذلك أعلن عن وفاته متأثرا بذاك المرض الغامض الذي ألم به، وأسرع به إلى قبره وانتهى كل شيء. كانت نظرات الغالية تفشي ارتياحا في أعماقها، وكانت نظرات ابنتها إليها يشوبها شيء من الحزن. في أربعينية الجلال ولد الضاوية ذهب إلى زيارة قبره عدد من نساء القرية، وكانت بينهن كلثوم، وهي تمعن النظر إلى كومة التراب التي تجسد قبر الفارس الجامح الذي كان، تراءت لها سيقان القمح المخضرة المنتصبة في استقامة، وأحست يده تلامس يدها، وتلك اللحظات التي أمضياها معا متواريين في حقل القمح، واللحظات التي تلت والحمل المفاجئ. ولما عادت من شرودها ذاك انتبهت إلى أن كل النسوة صرفن، ولم تبق سوى أمها الغالية، كانت تنظر إليها وهي تهم بابتسامة حملت أكثر من رسالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.